مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان ومتابعين برنامج ملوش عنوان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملوش عنوان. احنا اتعودنا في الحلقات السابقة ان احنا بنطرح موضوع وبيكون معانا وجهة النظر وبنعرض الرأي والرأي الآخر، وبيكون الرأي مخالف بيبقى فيه شيء من الخلاف. الحلقة النهاردة مختلفة شوية، مش موجود خلاف بشكل كبير، لكن حلقة خطيرة، وأنا أعني كلمة خطيرة. في تعاملات تجوز وتعاملات لا تجوز، وفي التعامل في الواقع بيكون في خطوط حمراء، يعني الإنسان بيحط خطوط حمراء يلتزم بيها في تعامله مع الآخرين، وكمان بيجبر الآخرين في التعامل معاه. لكن الأمر لما بيدخل في العالم الافتراضي، الخطوط الحمراء دي لازم بشكل أساسي تتزايد. ممكن للتجاوزات اللي الناس ممكن تتعرض ليها، ممكن لحالات النصب، الأكيد إن الأشخاص اللي موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي مش كلهم حقيقيين، ومش كلهم يعني فيهم صدق في الكلام والتعاملات، علشان كده لازم يكون في خطوط حمراء في التعامل. التواصل الاجتماعي حقيقة، أو موضوعنا اللي بنتكلم فيه النهاردة، سبب كبير في التقدم التكنولوجي، وكمان وسائل التواصل الاجتماعي عامل أساسي في موضوعنا بشكل كبير. موضوعنا ممكن بيبتدي عادي، وأنا قلت إن هو خطير لأن خطورته بتكمن في حاجة من الاتنين: يا الناس مش حاسة إن في مشكلة، أو بتتعامل تحت إطار العادي وبناء عليه بتحلل بعض التصرفات وبعض المواقف، أو التقدم التكنولوجي اللي ممكن مع الوقت بيخلينا بنشوف اللي قصادنا في التقدم اللي احنا شفناه يعني الفترة الأخيرة صوت وصورة، ويمكن الفترات القادمة أو السنين القادمة إن شاء الله إن عشنا مع حضراتكم هيبقوا يعني موجودين بالفعل في عالم آخر افتراضي مجسم، فدي مشكلة تانية. الناس بتتعامل مع بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي بالكتابة. لما يكون راجل بيتعرف على ست، أو ست بتتعرف على راجل، أو أيا كان شباب أو بنات، بيكون التعارف عن طريق الكتابة. بيتطور الأمر لو في علاقة عاطفية معينة، الموضوع بيتطور أكتر للمراسلات ما بينهم بشكل مثير للغرائز، كمان بيتطور الأمر أيضا في وجود صور، فيديوهات، محادثات صوتية وعن طريق الفيديو بشكل مبالغ فيه وكمان بشكل غير لائق. موضوعنا النهاردة اللي بنتكلم عنه يعني لمسناه في الفترة الأخيرة، لأن هو انتشر وكتير من الناس بتعتبره عادي، وفي تشكيلات عصابية، وفي ناس كتيرة قوي بتتخذه للأسف وسيلة للربح حقيقي. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن العلاقات الجنسية الإلكترونية، ودي نوع من العلاقات حقيقي موجود، وللأسف الشديد موجود بشكل يعني مبالغ فيه، وبينتشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات اللي حضراتكم عارفينها موجودة، وكتير من أهالينا وكتير من أولادنا بيستخدموا هذه التطبيقات وللأسف بدون رقابة. الموضوع هيوصل لحد فين؟ وهل المحادثات مجرد إن إحنا بنتكلم مع بعض، هل ده شيء جائز ولا لأ؟ طيب لو تطور الأمر لوجود علاقة جنسية إلكترونية، ما حرمانية هذا التصرف؟ وهل بيصل الأمر إلى الزنا الإلكتروني؟ وده مسمى غريب. هنعرف من شيخنا اللي موجود معانا النهاردة، وكمان ضيفتي هتكون موجودة معانا النهاردة، أستاذة دينا نصر الله، مدرس مساعد بقسم الدراسات النفسية جامعة عين شمس، وكمان الشيخ محمد السعيد عطلة من علماء الأزهر الشريف. موضوع خطير الحقيقة ومهم جدا، لازم نتكلم فيه، وما كانش ينفع أبدا نسكت عنه، وهنتكلم عنه بكل صراحة وبكل جرأة زي ما تعودتوا معانا في برنامج ملوش عنوان. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والحقيقة مكملين موضوعنا عن العلاقات الجنسية الإلكترونية، ولازم نتكلم عنها بمنتهى الصراحة والجرأة أيضا، وهنتكلم كمان من ناحية الدينية والنفسية، ولا حياء في الدين
ولا حياء في العلم. علشان كده احنا كان لازم نتكلم في الموضوع ده بكل صراحة ونناقشه لأسباب كتيرة، منها انتشاره طبعا وإن الناس بتاخد الموضوع ده بشكل عادي. موجود معانا في الاستوديو النهاردة الشيخ أو الدكتور محمد السعيد عطالله من علماء الأزهر الشريف. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شيماء وأستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك. كمان برحب بدكتورة دينا نصر الدين، مدرس مساعد بقسم الدراسات النفسية وكمان أستاذة الصحة النفسية والعلاج النفسي. أهلا بحضرتك. أهلاً يا دكتور. هبتدي بحضرتك السؤال، يعني أنا منحازة شوية لأن هنبتدي أستأذنك يا شيخنا، هنبتدي بالدكتورة في موضوعنا العلاقات الجنسية الإلكترونية. طبعا هل تبادل الصور والمحادثات والمكالمات اللي هي بتبقى فيديو كول والطريقة دي في التعامل بشكل يثير الغرائز من الناحية النفسية، هل بتعمل عملية إشباع لرغبات؟ اهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اولا قبل ما نتكلم هي كيفيه اثاره الغرائز بهذه الوسائل، لازم نعرف اصلا هي عامه هي معناها ايه، او الزنا الالكتروني زي ما بيقولوا او العلاقات الجنسيه الالكترونيه هي عباره، يعني زي ما قال علامنا مازلو ان في حاجات او احتياجات للبني الانسان، اولها الحاجات البيولوجيه اللي هو زي الاكل والشرب والاخراج والحاجه للجنس. فالحاجه الجنس من اولويات احتياجات الفرد، يعني لازم أن تلبى بالفطره كمان، يعني بالظبط اللي هي الحاجات الفسيولوجيه الطبيعيه، عشان بعد كده نطلع ايه في الهرم الحاجات، الحاجه للامن والحاجه للمعرفه والحاجه لاحترام الذات. يعني دي من البدايات اللي هي الحاجه للحاجه البيولوجيه، عشان انا اعمل يعني تحقيق لهذا الاحتياج لازم اعمله في الطريق المسار المظبوط، تمام، المسار المظبوط زي الاكل والشرب بطريقه، يعني ما ينفعش نروح اسرق عشان اشبع، ما ينفعش. بالنسبه للعلاقات الالكترونيه تعرفها، هل فعلا في حاجه اسمها كده؟ طبعا في حاجه اسمها كده، وفي ناس بعض العلماء وصفوها بان هي زنا الكتروني، وفي ناس وصفوها بانها علاقات جنسيه الكترونيه. طب علماء هل بتشبع الرغبه الجنسيه عند الافراد اللي بيتعاملوا بهذا الشكل؟ بتدي هي العلاقات دي بتبقى مؤقته والمتعه بتاعتها مؤقته وبتبقى حاجه زائفه، يعني مش اللي انا ايه باخد منها الاستثاره الكامله، لانها ما بتبقاش كامله بالوجه اللي الناس عارفاه، ولا ومشروع كمان، ولا ما هي ما بتبقاش كامله ولا بالشكل التام، هي مجرد بس هي احساس بالمتعه الزائفه واحساس باللذه الغير مقصوده، يعني غير مقصوده والغير مشروعه. وده يخليني انتقل في سؤالي لدكتور محمد السعيد عطالله، هل هذا النوع من التصرفات ممكن يندرج تحت اطار او تحت اسم الزنا الالكتروني؟ الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ومن تبعه بإحسان من أوليائه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس والبطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. تحدثت دار الإفتاء المصرية عن مسألة الجنس الإلكتروني وقالوا إنه محرم قطعا لا محالة، وأن من يسير في هذا المسار يكون من معدومي الضمير وقليلي الدين والعياذ بالله. وإن كان الزنا الإلكتروني أو الجنس الإلكتروني لا يأخذ مستوى كبيرة الزنا الحقيقي التي توجب الحد من الرجم أو الجلد أو ما شابه ذلك، إلا أنه محرم قطعا. وده اللي كان هيخليني أسأل حضرتك سؤال، إن هو يعني بعض الناس بتقول إن هو ما فيش تلامس جسدي ومشاكل الزنا من ناحية إتمامه وأيضا مشاكل النسب وغيره ده مش موجود، فبيقولوا لا إحنا بنتعامل عادي بنشبع رغبات بشكل عادي ده مش زنا. طيب هل ليه عقوبة معينة أو في حكم الشرع في يعني حكم معين على مرتكبي مثل هذه التصرفات؟ في حقيقة الأمر الشرع الإسلامي الحنيف وضع حدودا للكبائر الواضحة، هذه مقدمة من مقدمات الكبائر تغضب الله عز وجل على صاحبها، لكن ليس لها حد يقام على فاعلها، وعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله لما لهذا الطريق من مهالك متعددة،
لأنه يجر عليه كثيرا من المفاسد. أكيد قبل ما نوصل ل أو نعرف كمان من الناحية النفسية إيه هي المهالك وإيه هي المخاطر، خليني أنتقل في سؤالي لدكتورة دينا. أنا عايزة أعرف إيه أسباب اللي تخلي راجل أو ست يتصرفوا مثل هذه التصرفات ويتخيلوا الخيالات اللي حضرتك يعني عارفاها في إشباع رغبات يمكن وهمية حتى؟ أولا الفترة اللي فاتت دي بالذات آخر سنتين بسبب موضوع الكورونا في وقت فراغ كتير قوي حصل في البيوت المصرية، فالموضوع ده أدى الناس بقى في تواصل أكبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبقى في الناس بقت منخرطه اكتر بالموبايلات والتابلت والوسائل ديت، فدوت ادى فرصه اكبر للناس ان هي تعمل محادثات اكتر، ان هي تبتعد اكتر عن الاسره، مش بقى تقارب، بالعكس بقى ابتعاد اكتر، كل واحد اللي هو ايه بعد بتليفونه زي ما بيقول كده في اوضته علشان ياخد متعته المسروقه. طب مش متروح والاضرار اللي الدوافع بقى هنقول الدوافع الاول. اول حاجه حاله الفراغ العاطفي اللي بتبقى عند الراجل والست، الابتزاز الانفعالي والعاطفي، ان ممكن نقدر نقول الاحتياج. ما هي الاحتياج سواء من راجل او من ست، تفكك اسري، اساليب تنشئه خاطئه بتحصل وبالذات خاصه في مرحله المراهقه، اضطرابات نفسيه كتير، يعني التربيه والفراغ بالظبط، اضطرابات نفسيه، الاحساس بالقلق، الاحباط، احساس بالنقص اللي بيعوضه في عالم افتراضي. طب هل ده يعني حاجه تبرر ان ادور على ده بشكل حتى وهمي يعني؟ ما هم بيدوا المبرر لنفسهم بسبب ضعف بنيه الشخصيه، يعني ما ينفعش انسان سوي يفكر بكده، لان معظم الناس اللي بيستعملوا هذا او بيسلكوا هذا المسلك بيبقى دايما في مكون من الامكانيات الشخصيه اسمه الايجو. الايجو دوت هو اللي هو مسؤول عن الغرائز ايا كانت النوع من انواع الغرائز، وهي تسمى الغرائز الشهوانيه. فمعظم الناس يعني او كل الناس اللي بيسلكوا هذا المسلك بيكون متحكم فيهم اللي هو بشكل يعني فظيع، لدرجه ان هم بيعملوا اي سلوك غير سوي وغير لائق علشان بس يشبعوا رغبتهم فقط. يعني إشباع الرغبة مهمة جدا، ويمكن حضرتك قلتي في النقاط الخاصة بالدوافع إن التفكك الأسري والاحتياج العاطفي خصوصا ما بين الأزواج، ويمكن هنتقل برضو لسؤالي لدكتور محمد السعيد عطلة، هل ده مبرر؟ يعني أنا عندي دلوقتي فردين، فرد متزوج وبيعمل هذه التصرفات وفرد مش متزوج أو مجموعة مش متزوجة، هل ده يعتبر يعني دافع الاحتياج العاطفي لسد هذه الغرائز بالشكل ده؟ ويعملوا ايه يعني رد الدين، ماذا يفعل من يفتقد الاحتياج العاطفي او يفتقد العاطفة؟ هو سبب وليس مبررا. من المعلوم ان الاسلام لم يترك اي شيء في العلاقات عبثا، لذلك نجد ان الاسلام حث كل من الزوجين على حسن معاشرة الاخر، وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدون يعني حياء في الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجته فهذا له الحق. فلا بد لكل من الزوج والزوجة أن يحسن معاشرة الآخر ولا يقصر في حقه. هذا بالنسبة للمتزوج. بالنسبة لغير المتزوج فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن الدليل في القرآن عليه العفة وليس عليه اللجوء إلى مثل هذه المفاسد التي تدفعه إلى يعني ممارسة عادات سيئة تهلك الصحة وتدمر الجسم وتضيع الدين، لأن كل هذه الأمور تجر عليه الكثير من المفاسد. هناك ما يسمى بالحب الزائف الذي يظن الشاب والفتاة قبل الزواج أن مثل هذه المراسلات هي مجرد حب. طب يعملوا إيه؟ يعني يتصرفوا إزاي؟ أنا دلوقتي في يعني في الكثير يفتقدوا لمشاعر معينة أو بيدوروا على حد يسمعهم، حد يفهمهم، حد يتكلم معاهم، يتصرفوا إزاي من الناحية الشرعية كمان؟ من الناحية الشرعية ذكرنا قول الله تعالى بالنسبة لغير المتزوج: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولو أن إنسانا وقع في حب إنسانة على بعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب فكتم فعفى فمات فهو شهيد. حتى وإن شعر نعم حتى وإن شعر بعاطفة أو انجذاب تجاه أي شخصية معينة فعليه أن يعف نفسه وعليه أن يكتم.
لأن انخراطه في هذا الطريق أو البداية بشكل بسيط ممكن يخليه إن هو يعني جارف. صحيح. طب حصل وقعت الفاس في الرأس يعملوا إيه؟ التوبة والتراجع، لابد من جهاد النفس، لأن النفس البشرية تحتاج إلى جهاد. الإمام الغزالي عليه صحابه الرحمة قال إن في النفس البشرية رموزا أربعة، على الإنسان العاقل أن يحارب في نفسه ثلاثة منها ليحيي رمزا واحدا. كل نفس بشرية فيها سبع وكلب وخنزير وحكيم، عليه أن يحارب الثلاثة الأول حتى يحيي الحكمة. يعني ده معناه أن إحنا السبع النفس رمز أمارة السطوة والجبروت والتغطرس والتكبر. الرمز الثاني وهو الكلب رمز الجشع والطمع وحب التملك. الخنزير رمز الانكباب على الشهوات، وهذه الرموز لابد أن تحارب. علشان كده يقال أن النفس أمارة بالسوء. نعم. ولازم أن إحنا نقومها. نرجع للدكتور، طيب إحنا دلوقتي التصرفات دي هل بتعمل حالة من الإدمان؟ هي أولا زي ما بنقول كده هي بتبقى حلوة ومر بالنسبة للشخص، هي بتبقى حلوة ومر. يعني هي حلوة لأن هو في الأول بيبقى عنده شغف وعنده نشوة إن هو يوصل للمتعة دي ويجرب، وبالذات الناس فترة المراهقة بيبقى عندهم قوي حب الاستطلاع والتجريب، وإن هو إزاي يدخل على المواقع دي أو إزاي يبقى فيه علاقة ما بينهم كده. وطبعا المواقع يعني اتفتحت جامد قوي وبقى فيه شذوذ كتير جدا وعادات سيئة كتير جدا خدناها من الغرب، وهنا في مصر برضو عملوها كتير أو في الوطن العربي. فالأول بتبقى نشوة، وبعد كده من كتر الاستمرار من كتر الاستمرار عليها يوميا او اكتر من مره في اليوم دوت بيعمل عمليه اعتماد، زي اي ماده بالظبط مخدره او اي يعني حاجه احنا بنقول عليها ادمان، زي المواد المخدره او الكحوليات او ادمان الاكل، دي برضو بيبقى عليها ادمان، ادمان المواقع الاباحيه او ادمان الجنس. من الناحيه النفسيه يعني احنا قلنا لو في ادمان مخدرات او اي ادمان ايا كان، من الناحيه النفسيه يتصرفوا ازاي؟ يعني احنا قلنا حتى من الناحيه الشرعيه على الفرد ان هو يعني يكتم المشاعر وكمان تمام. يتوب ويقاوم نفسه لان تمام. النفس دايما اماره بالسوء. من الناحيه النفسيه لحد بقى مدمن التصرفات دي، وخصوصا كمان ان بعض الازواج او الزوجات كمان، طيب يعملوا ايه؟ لازم التوجه للمتخصص، لازم التوجه لمتخصص علاج نفسي وإرشاد أسري وزواجي، علشان لو في قصور بين العلاقة ما بينهم ما بين الزوج والزوجة تحل، لو في قصور في الشخصية أدت لده تحل، لأن بعد كده النتيجة مش كويسة، لأن هيبقى في بعد كده نتيجة إدمان للسلوك الجنسي الطفلي أو التطفلي أو الاستعراضي أو البصري. ففي أنواع كتير من الانحرافات الجنسية اللي ممكن الشخص يصاب بيها من خلال هذه الممارسات الشاذة، فلازم إن هو يتوجه فورا لما يحس ان الموضوع زاد، لان بعد كده في مخاطر جسديه. ده اللي هيخليني يعني سريعا نتطرق للاضرار النفسيه تمام. لمثل هذه التصرفات. الاضرار النفسيه اول حاجه باحساس بالذنب، الاحساس بالذنب احنا قلنا هنا برضو ان النفس اماره بالسوء ولكنها لوامه برضو بالظبط يعني. ما هو انا بعمل لان انا بعمل دوت هو عباره عن زي ما فضيله الشيخ تفضل وقال، هو زنا، فهو زنا نفسي افتراضي، هو انا بشبع رغبتي بذاتي. هو احنا ثانيه واحده، احنا قلنا ان هو يندرج تحت اطار الزنا، يعني هل هو زنا؟ احنا قلنا زنا ولا مش زنا؟ مجازا يعني مجازا مجازا. ما هو لان في شروط معينه للزنا الفعلي لو انطبقت انطلق يعني يسمى ذلك زنا. هو فعلا حتى علماء النفس هو زنا مجازا يعني نقول حكما. نعم هو فعلا زنا مجازا لان هو ما اكتملش بالعلاقه الحميميه النهائيه. طب سريعا باقي الاضرار اللي ممكن غير الشعور بالذنب، قله الثقه بالنفس، عدم احترام الذات، فقدان المتعه الذاتيه، عدم الانخراط في المجتمع، فقد المهارات الاجتماعيه عامه. الادمان كمان بيؤدي الى تباعد الفرد اجتماعيا، ظهور كثير من الامراض والاضطرابات النفسيه. يمكن النقطه اللي ربنا يعني كرم الانسان بيها وخلى العلاقات دي في شكل مشروع هو الزواج الشرعي. بالظبط الزواج الشرعي ليه ضوابط وشروط. يعني هروح لشيخنا دكتور محمد السعيد، نقطه الزواج نقطه مهمه جدا الحقيقه، مش كتير مننا يعرفها او مش كتير من الناس مش فاهمه قيمه ومعنى هذا الامر. سريعا يعني نستعرض هذه القيمه، وان الحلال افضل كتير جدا من سلوكيات حرام نفسيا حتى ودينيا واخلاقيا واجتماعيا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.
توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للعلاج بالصيام، بالقرآن، بالصلاة، مثل هذه الأمور. عندما خلق الله آدم من صلصال من حمأ مسنون وسواه ونفق فيه من روحه، خلق حواء من ضلع يقع في الشق الأيسر لآدم على مقلوبة من القلب. لذلك صارت العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة قلبية، علاقة عاطفية، فهي علاقة سكن، علاقة مودة ورحمة حقيقي. فكانت تلك الغريزة التي أودعها الله بني البشر منذ بدء الخليقة على وجه البسيطة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الإسلام لا يكبت هذه الغرائز ولكن يهذبها، يهذبها بشكل مشروع. يمكن الحلقة يعني كالعادة يعني بتخلص مننا بسرعة. موضوع مهم جدا الحقيقة، وكان لازم نتطرق ليه من الناحية الدينية ومن الناحية النفسية كمان. شفنا ان المشاعر ربنا سبحانه وتعالى يعني سمح لنا بيها، والعاطفه دي حاجه مهمه جدا، والقلب والعاطفه اللي موجوده في القلب دي بتميز حتى الانسان عن سائر المخلوقات. ولكن اي شيء لازم يتحط له ضوابط وشروط، وفي موضوعات معينه احكام الشريعه الاسلاميه والتربيه الدينيه الاسلاميه، وكمان النشاه الاجتماعيه الصحيحه ومتابعه الأهل من النقاط الهامة جدا علشان يبقى في سلوك ديني نفسي سوي للأفراد. متابعة الأطفال نقطة مهمة جدا، ويعني هختم كلامي مع حضراتكم. صحيح أن لنفسك عليك حق، ولكن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لازم نشوف الحق فين وندور عليه بشكل مشروع. يعني موضوع شائك كان لازم نتكلم فيه، وخلصت حلقتنا بسرعة. وأشوفكم على خير في موضوع شائك جديد وحلقة جديدة من ملوش عنوان الأسبوع القادم إن شاء الله.